ما أجي فارسية ممكن يعني. وليك وليك شكل عندك عرق. أقول واحد اثنين ثلاث جدي يعني حزر بزر. العربية وإيش يقول لك قلب شنو؟ القلب توه جديد يعني ما مدانا نحفظه، ما أعتقد حتى العراقيين ما حفظوه. ولك عيني قلب هيتشي هيتشي غشش سرعة طالع السماء. يقول يا بهي صدق يتشدير. والله ما عندي خبرة سياسية أنا. الدينار الإيراني. الإيراني ريال. ريال ولك بالسعودية خششني لعدل كذي بس. توكم جاوب أبو علي. سلام عليك على رافديك عراق القيم. تحية طيبة من أهل البحرين لأهل العراق، أهلنا وناسنا في العراق. وياكم عبد الرحيم في حلقة جديدة وفي يوم جديد من برنامج الاسترلاب. طبعا العديد من البحرينيين يروحون العراق لزيارات العتبات المقدسة، بس خلنا نشوف وياكم هالناس تعرف معلومات عامة عن العراق أو لا، وانتم نشوفوا يانا يا جمهور. تعال قرب حبيبي. وليك كم مرة رحت العراق أبو هاشم؟ العراق رحت تقريبا 5 مرات يعني هواية إن شاء الله. وش عاصمة العراق؟ بغداد. بغداد إجابتك صحيحة. وش اسم الرئيس الحالي في العراق؟ الرئيس الحالي الجديد ناسي اسمه، توه جديد يعني ما مدانا نحفظه، ما أعتقد حتى العراقيين ما حفظوه. برهم صالح ولك علي صالح أو علي مهدي؟ أعتقد برهم صالح. برهم صالح الإجابة صحيحة. كم محافظة في العراق؟ صعب السؤال علي. هي هواية هواية، بس بعطيك أنا خيارات: 18 محافظة، 16 محافظة، 14 محافظة. أتوقع 18. 18 إجابتك صحيحة. رحت قبل العراق؟ تقريبا مرتين. كم مرة؟ مرتين. مرتين رح. حلو مرتين. تعرف له عاصمة العراق؟ عاصمة العراق طبعا بغداد. عدل بغداد. انزين تعرف شنو وش عملتها العراق؟ اللي هو دينار. دينار العراق. دينار عراقي. عدل الدينار العراقي. انزين من هو رئيس العراق؟ مو الرئيس الوزراء، الرئيس مال العراق اللي هو قدم استقالته الحين. لا لا الرئيس الحالي. مهدي. لا مو مهدي. اعطيك خيارات: اللي هو برهم صالح، توفيق صالح، علي مهدي. علي مهدي هذول. لا مو علي مهدي. اللي هو برهم صالح. انزين كم عدد محافظات العراق؟ ما شاء الله يمكن تقريبا 90,000 تقريبا. 90,000. 90 تعال اسمع 90 مليون. 90 مليون محافظة. ما شاء محافظة. كم محافظة؟ محافظة أنا فكرت الوسمة. المحافظة تقريبا خيارات بالثلاثين تقريبا. هي 30 محافظة. أطلع الخيارات. عندك 18 17 14. 18. الإجابة صحيحة وكلك صح يا عمري، وجبت تقريبا 4 من 5. ومشكور يا جميل، عسى أيامك كلها جميلة. رحت كم مرة العراق أبو عباس؟ العراق رحت مرة واحدة. مرة واحدة بس. وإيش اسم عاصمة العراق؟ بغداد. بغداد إجابتك صحيحة. إنزين يقول لك وإيش العملة مالت العراق؟ الدينار العراقي. عدل الدينار العراقي. إنزين من هو الرئيس العراقي الحالي؟ مو رئيس الوزراء، الرئيس الحالي. الرئيس الحالي رايح عن بال يعني. كلش رايح عن بال. أعطيك خيارات تسهلها لك يا أبو عباس. عندك برهم صالح، علي صالح، أو علي مهدي. كأنه برهم صالح. برهم صالح إجابة صحيحة. إنزين كم محافظة في العراق؟ هذا محافظة هو أنا. لا بس كم عدد عطنا؟ لا ما عندي فكرة عنه. كلش؟ انزين عندك خيارات: 18 15 16. وش اقول لك يعني انا ما عندي فكره عنها، خلنا بقول 16. يلا 16 اختار في النص. بس هي 18 محافظه. ابو طلال كم مره رحت العراق؟ مره. انزين وش عاصمه العراق؟ بغداد. بغداد الاجابه صحيحه. شنو كم محافظه في العراق؟ 18 16 15. الله يعني اقول 1 2 3 جدي يعني حزر بزر. لا 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 18 اعتقد. 18 الاجابه صحيحه وكلك صح يا اخوي. ابو علي كم مره رحت العراق؟
ولا مرة. ولا مرة رحت العراق؟ العاصمة مالتها يعني سؤال بسيط. وشو؟ بغداد. بغداد هي عاصمة العراق. انزين شنو العملة مالت العراق؟ دينار. الدينار العراقي احسنت. انزين وش اسم الرئيس الحالي في العراق؟ نور المالكي. لا الحالي مو رئيس الوزراء، رئيس العراق. ما عندي خلفية عنه. برهم صالح، علي صالح او علي مهدي؟ علي صالح. برهم صالح. انزين كم محافظة في العراق؟ اوه ما شاء الله ما اعرف، اربع محافظات. ما شاء الله ما شاء الله اربع محافظات في البحرين. في البحرين ما عندنا اربع محافظات في البحرين. ايه اربع بس العراق. العراق ما اعرف كم محافظة. انزين 18 محافظة، 15 محافظة، 16. 18. 18 الإجابة صحيحة. كم مرة رحت العراق؟ ولا مرة. ولا مرة؟ ولا مرة. انزين وش عاصمة العراق؟ بغداد. بغداد شي سهل. انزين وش اسم الرئيس الحالي في العراق؟ العابدي. ما أعرف. عجل من سهل لك، برهم صالح، علي صالح، علي مهدي. ماي برهم صالح يمكن. برهم صالح الإجابة صحيحة. كم محافظة في العراق؟ هاي ما أعرفها صراحة يعني. على قولتهم هواية. إيه هواية. هم هواية هواية. هم تجيك 18 16 15. 16. الكل يختار له في النص بس هي 18. كم مرة رحت العراق؟ ولا مرة. ولا مرة. وش هي عاصمة العراق؟ وش دلانة أنا؟ بغداد، كربلاء، النجف. كربلاء أعتقد. أكيد كربلاء يعني. هي غلط الإجابة وهي بغداد. بغداد. إنزين وكم محافظة في العراق؟ بالواجد هواي. هواي عيني سبع. تقريبا سبع. سبع محافظة. هاي في البحر مو سبع. إنزين 18 16 14. إجابتك لا 18. إنزين كل شيء على وراء على قولتهم. وش العملة العراقية؟ الله يبقى لها تحضير. الدولار، الدينار العراقي، الدينار الإيراني. الإيراني. العراقي. العراقي. العراقي وإجابتك صح يا أبو علي. أبو ماهدي كم مرة رحت العراق؟ مرة واحدة. مرة واحدة. وش هي عاصمة العراق أبو ماهدي؟ بغداد. بغداد. وش العملة في العراق؟ الدينار العراقي. الدينار العراقي. وكم من محافظة في العراق؟ ما في خيارات يعني؟ في عندك 18 محافظة، 15، 16 محافظة. نقول 18. 18 إجابتك صح. غششك جميل سرعة طالع السماء. كم مرة رحت العراق؟ العراق إن شاء الله أربع. أربع مرات. وش عاصمة العراق؟ بغداد. خب بغداد. إنزين وش العملة العراقية؟ الدينار. الدينار العراقي. إنزين كم محافظة في العراق؟ والله يمكن 18. 18 أكيد. إنزين كم مرة رحت العراق؟ العراق مرة واحدة. بس مرة واحدة. وش هي عاصمة العراق؟ بغداد. بغداد إجابتك صحيحة. وش العملة العراقية؟ الدينار العراقي. الدينار العراقي. قوي شكلك. إنزين كم محافظة في العراق؟ محافظة والله ما أعرفه بس يعني نظرا لحجم العراق وكذي المفروض محافظات واجد يعني. هواية على قولتك. هواية. إنزين 10 وحدات. أبى أعطيك أنا خيارات أسهلها لك شوي. 18 محافظة، 15، 16. 15. الإجابة لا 18. إنزين وش نقدر نسألك وش هو اسم الرئيس الحالي في العراق؟ مو رئيس الوزراء، الرئيس الحالي. والله ما عندي خبرة سياسية أنا. إنزين برهم الصالح، علي الصالح، علي مهدي. علي مهدي. لا اللي هو برهم صالح. وجبتي يانا 3 من 5. مرة واحدة. مرة واحدة. وش هي عاصمة العراق؟ ما أدري. حاول أسهل لك. بغداد، كربلاء، النجف.
نجف. بغداد. كربلاء. بغداد. بغداد وإجابتك صحيحة. إنزين، وإيش هي العملة العراقية؟ سمن. وإيش هي العملة العراقية؟ ريال. ريال. ولك بالسعودية بالبحرين شنو هي؟ بالعراق شنو هي؟ ما أدري. كلش حاول. الدينار العراقي، الدينار الإيراني، أو العراقي. الدينار العراقي وإجابتك صحيحة. وإيش هي عاصمة العراق؟ بغداد. بغداد. إنزين، كم محافظة في العراق؟ توكم جاوب أبو علي. 18 محافظة. 18 محافظة. وإيش هي كم المحافظة في العراق؟ قلت لي 18. إنزين، وإيش اسم الرئيس العراقي؟ برهم صالح. برهم صالح. إنزين، وإيش هي العملة العراقية؟ العملة العراقية الدينار. الدينار العراق. كم مرة رحت العراق؟ مرة واحدة مع الأسف يعني. بس مرة واحدة. وإيش هي عاصمة العراق؟ بغداد. ولك بغداد. إنزين، وإيش هي العملة العراقية؟ دينار. الدينار العراقي. إنزين، كم في كم محافظة في العراق؟ غششني لا عديل كذي بس. تمام. باس أحلم. 18 14 15. 18 لأنه 19 كانت الكويت حاسبين. عدل. 18 الإجابة صحيحة. إنزين، وإيش هو الرئيس الحالي في العراق؟ مو رئيس الوزراء، الرئيس الحالي. شوي لأنه تو برهم صالح. وإجاباتك 5 على 5 ومشكور الوردة أبو علي.